علي بقى عايز يوصل رساله لسياده المحافظ الراقي الخلوق طارق رحمي، بتقول له ايه يا علي؟ انا بقول لطارق رحمي معالي رئيس الجمهوريه المحافظه الغربيه، بص له كده عشان يشوفك دلوقتي. بيمثل طارق رحمي بيمثل محافظه رئيس الجمهوريه المحافظه الغربيه، معالي الوزير ومعالي المحافظه الغربيه، بقول لك انا عايز اعيش عيشه كريمه، عايز اتوظف ب 5%، وظيفتي ب 5% او معاش استثنائي، لان المعاش 450 جنيه ما بيكفنيش، انا عايز اتجوز وعايز اعيش، عايز اخلف اسره. طارق بيه رحمي معالي الوزير ابو قلب حنين، يعني اللي عايزك اجلك مكتبك اشرب معاك القهوه واقول لك طلباتي، اقول لك طلباتي، عشان انا تعبت والله العظيم، تعبت يا طارق بيه والله العظيم، تعبت باذن الله يا علي، باذن الله يا علي. الدموع في عينه، واحنا مش عايزين يا جماعه اي دموع، احنا مش جايين علشان علي يبكي، احنا بنناشد طارق بيه رحمي، بنقول له ان شاء الله يا سياده المحافظ، محافظ الغربيه، حضرتك طبعا ما شاء الله يعني سمعنا عنك كلام جميل، ونتمنى ان علي ابن من ابنائك، وان حضرتك تلبي كل رغباته، ونيجي باذن الله يعني نشكر حضرتك الزياره الجايه، نيجي لك في مكتبك نشكرك على تلبيه طلباتك لعلي. ونتمنى كمان ان يتوفر لعلي يا جماعه سياره، لان اي معاق بيبقى ليه يعني حق في الدوله انه ياخد باذن الله سياره، بس بيقدم اوراق يعني باذن الله تتوصل سياره معاقين تساعده على المعيشه، يقدر يدخل منها دخل لحياته ويعيش منها.